بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتها بون داوديال إذن هان تيمبا وحان إذن هاي ناو رئيسي كوبان وحيصب بضان إسلام أركان ومرتكو يهي عبدالله محمد شامع وآهويل كي دودا كاقب قاتي دودي براه برشيدة آيات كوقب ستي اهرو الشيغي إنو يسوغ مقرانا سا حاس كيسي وغا أمر قادان يهو يدي إني قولي قتمادو وغرن عبد الله وكسود وين ياس وعاش وجوه رسان كويديني وحويه ضوض بعض قشي واتكقب قاطي بالضوض ده وجوه رين اتكقب قاطي يفكر كي اتكل شيء ده شيء سامين انتلاك ببرشيد اكو يا شيء محاك حاجة صار نقضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبغى أحسن تقول على وجوه ده ضوض إن بعد سان تي في نونو هذا اللي إن ورئيسك الله بعد إن محاك ولا أتسي ببرشيد أو إن محاك ولا ببرشيد الله واضح يرجي إن أطيتو ده هيدي أو سيد برشيد لو وجود بيه. أدب تهرا وفافتي، إن أرتو دود وحسوقة مغبية إن تلفيش كسا إن يونيفرسال تي في، أو سواش دود يو محن كلها مرتقات كده والله، أنا قلنا مركا جوا إن مثلي نيم إن يعني مين بركا هنا إن دود كهيق قلنا دود مثلا أنا قصت كنا معه مرتقات بنا قلت كنا، إن مركا سواش يعني اللي ودي واحد مدة بلشود وين دود إن أرتو دود سامين بدن بيعرفتي واللي منها سامين أدو بلارن بيه دود دودي إن روح الصوماليات كده عيل إن شنتي سنة وقدم بيه نكح عليه لسؤال ده يشجع حولها دودي شنتي سنة وقدم بيه دعي حتى دودها سياسة دمر خديته دودي وجو سامي تبنى بيه كتير تبودي إن وحي لكن أبنايد إن فالعلين تي بلشود وكسر ما يسي إن دين عنك تفكيه أي وفهمين ورد أنا نو دودة كيف غاتي لكن عبد الله أنا نو ريجان قبي مركان دودة فديي إن يو ريجان كيف قلي بان هذا نقبا وحسب دلهم ويمان لكن لبت شرتا يا مركان إلي كليب كيلو قد بيني إن ما حكوا بلشود لوسي داي أي واحد مودا إن فيديو إنه كجو أي تفاصيلها ورد أنا نقولي مركان فيديو قلنا بلشود قاعدين سقلف سنة يو قاعدين تكن سقلف سنة يفهمين مركان أنا لي هاي قبر ديدان إن أنا ما أرون دايركتور توما أنا أرون قبر ديدان كأمر غادانية فيديو جنا تدخل وتوه ده اللي كرته لكن واحد نادي قبر ديدان كلا تشان يوي إن أنت هالقبا بان لي هذا بس أشي مش تانا واحد لبها بلوت بقى يكون هبلوت بدن بقى بكال لكن لبها بلوت بقى سوشيال ميديا لو دحوه ذي إن أنا واحد تري إن أنا سودوت بناين ومركان أنا غريج شيء دي بمكرفون كذا كذا شيء قاعدة تيجي عند تري رأي يقولني كاسي قبان القبا oo dood de maxaan ku raaday akadeemiga baheed ayaan qabnay anoo ku doodin inana oo iyadu dood dibay ka baxday baabki doodo waxay tiriyeen hooyadeen guriga ku noolaan karta inay ka hooyadeen ama iman karto taasi de conflict solution gees la raadinayay iyadu qayb ka ahayba oo iyada ba markaa tii meesha mushkilad qofka ba mushkilad abuurayde way adigu fikirkaagi ahaa in hooyada aad uga amar qaadato gabadhaadu inay guriga timaado hooyada inay guriga timaado inaad gabadhaada uga amar qaadato fikirka waad qabtay markii aad dood ka qayb qaadanaysay فكر كاي وحمس كيف بدلين مسوي سديسي ماي فكر كيف وحمس كم يبدلين أمر قاضي الشدة إيري قال في سنة بلشوا ده سيدا قلت نوقع ده وكان مكان ده دادو أمر قاضي الشدة وقتها إن علماء الصومال واحد ترى ده ومدة الصومال هو إسك أمه في دوية دك دك بعد كوي شرب بدن كده ومدينا الصومال ورد أغنى إنه قلنا هاي ما هو واحد دبد دد دبدين عيان أمر كان الله هيك قبل ده أنا تشن يا سؤال اللي سكوا هي ماشى هاد ما هي إنه إذا ما يمكن كرتوا كوري ما يمكن كرتوا سؤال شو تعمل ما بين اللي قال ذي لكن waxa ay su'aashu doorka ay burburka sabankan bay'adan dambe inuu ku jirnaa sadduhu ku leeyeen anagu sadduhu ma annan keenin sadduhun waa hooyo qiimo hooyada aanu guriga ku kalanimada aanu guriga maanta ku noolayd hooyadeena de raygar aan qabay way la qabtaa hadaan hadadan kula hadlay goor weyd baan ka soo baxay en marka bulsho inaan qanciyo anigu waxa ay ka qiimo badan in hooyada qan way adigu marka laga yimaado dooda iyo hawlaheeda iyo sida adigu marka tahay shakhsiyan abdullah ahaan hooyada inaad uga amar qaado gabadhaadu inay guriga timaado oo hooyada aad amar uga qaado gabadhaada arigaas mi kula qurux badan aan ku dhameystirado wadiga dhex gashay markaan ku leeyahay gabadheedan kala tashanaya imi hadda tiraa amar qaadasho iyo hadda tiraa waa tashaawirhum wixii baan la wadaagayaa wii yar kala qurux badan labada eri si ay bulshadiina uga dhaadhacda mar labaad hadana inay kana dood kale ka keeni markaan leeyahay gabadheedan la tashanaya waxaan kala tashanayaa ma iman kartaa ma iman kartaa meesha ma tahay laakiin la tashanaya samayna waa inaan guriga u sii diyaarno madama aniga hooygeyga guriga hooyada imanayso qiima waalidimo xanaaneynteeda inaan gabadhi kala hadlo mas-uuliyadda guud ee ilaa gabadha marka laga yimaado ninka ah mas-uuliyadda labaad ee guriga waa gabadha ma fahday waalidiin rayo kala duwan aaminsanaa habeenkii doodana la fadhiyeen waxaa la mas-uuliyadda labaad waa sodooda maaha sodooda
صدود رول كي والنموي قادني صح احترام كي والنموي لا هاي ترسو شيء دي والنموي لا هاي قدرين والنموي لا لكن قريقة أريد يسيء يوم ما ضحبنا سيد عادي كده مرك في يوم مرك نو قادنو أنا قاعد تبا مرك أنا أي قبل ده أنا كلت شنايا وحن كلت شنايا وأنا قصتي جي وها إن أنا كود هذا الله دي أنا تي هو إذا مشي تجسي عطي مدير شو كيسون سوس يا رتي هذه فور الله في نال دكان أنا سبب حنا أنا تي أنا قبل ده كلا هذا وين مصاريف يحوا نيكو كم غيم مركو إن بدن كقولي سوق بتشو إن قريقين لا دري منو قفوا إنه مسؤول كسوه ريان قبل مرك أنا قبل ده كلت شنايا بوزيتيف لي بها اوريغا سو انا هدا كو واضح نيو بلشدي نادن اي كلا وامد ادي هويدا مانتا هدي marka laga yimaado xanaanada iyo howlaha kale iyo hooyada howlaha aad u qaban lahayd wanaagsan markii hooyada maanta gurigaaga timaado ama ha joogto ama in kale ha joogto ama inta tooda ha joogto ama bilooyin iyo sanad ku noolaato miy kulan wanaagsan tahay in gabad ama adiga ahaado ama wiil kale ba ahaade oo hooyadiisi soo korisay oo inanay maanta isbartay oo nolosha la wadaagay oo uga amar qaado ilaahay hooyadi ba guriga imanaysa hooyada gurigaaga inay bilaa shuruud ku soo gasho maxaa diiday oo bilaa shuruud ku joogto waxa loo xadidayaa ma jiraan laakiin shuruudu waa noocma ee hooyada guriga ma iman kartaa ama ima iman karto asal logical ma aha way dad aqoonyahan ayna daawanaya dad culimaa ba ayna daawanaya dad waxayna daawanaya inaga daweyn dad inaga aqoon badan bay daawanayaan ma iman kartaa ma iman karto doodu ma yahayn bil xisaanu kuma inay doodu qastigeeda faahna weeyaan laakiin waxa ahayd san horeba kugu sheegay adigu raaliya waxa ahayd burburkay doorkay sadduhu ku leeyeen marka anigu waxay ahayd in doodan kaga jawaabay hooyada gurigaaga ma burburin kartaa aqliyan marka la eego qofka bilaadanka hooyada adiga maanta guriga burburka gurigaaga ma ka shaqeyn kartaa maya asal logical marka laga hadlayo maya mid kale aan ku raado gabadhu waxa fadhiday todoba ciyaal loo dood qayb naga lahayd way arag fadhiday meesha waxay tiri sodohi hore way arag ma hay magari aanu noolay abdullahan leema waxay tiri sodohi hore iyo sodoha maanta isku mid ma sodoy hore dadku way ku baabin jireen sodoy hore maxaan ku raaday in dadka way in maxaan ku raaday de rool weyn bay kalaayeen dhismaha qoysaska Soomaalida nooc doona ba haado laakiin sodohaha maanta isbeddel ba ku yimid bay tiray adbalaan waray qabtay ma laakiin ma ahayn dadkii baraha bulshada ee sawirka waan aqli fayo saliim way arag waayeen anigu abdullahan waxaan u soo joogay in sodoho in labada taraf ama xaq inanta ama xaq inanta hadba qisooyin in rag iyo dumar aan anagu anuu aan aqaano oo shahiid u soo aha ay ku dhaceen marka hooyooyinka qaar ba maxaa ku raaday in aad qalad fahansan xaq inanka xiriirka haday noqoto hooyooyinka qaar waxay fahansan xiriirka xaq inanta haday noqoto marka anuu hadda malihi hooyaday waxay burburinaysaa qoyskayga xashaanu ma oranayaa hadda aad kalena ma qaadi karayo laakiin waxay ahayd in doodaydu aan cadeynaya in muhiimadda waxay siinayay marwada guriga وأنا تكلم أمد الصومالية كما كان نوال بابو حرنية مسؤول مسؤول وحكا إن محاكم كل هذا إن وكا ونيكا مسؤول جورجا يا جمرك دي سنت جورجا جمرك دي سنية هاي هو يدا يقبر ده هذا إن المهم ده سيسوى حمضان ودد كده عقل كسليم كامر كانوا فكرنا أي تاي وهو يدا وكو جيتا وكاه الرئيسة وان قبان مركا دود مركا لقيني بعد دود ده دود بدن بقى يجوا له ورمان تك إن كان يسدوا حل لواسق قلدان وفهم سيدي عدو هذا شيء أنا فهمينين marka maanta bulsho badan baa ku dhibsatay oo hadalkaaga dhibsaday oo saad u fikirtay dhibsaday bulshadii iyaga haday doonaan ama doodo ha qaldanaato ama fikirkaagu ha qaldanaato bulshada maanta marka raali gelinaysa hadalka aad adigu sheegtay ee aad magaraansa sidii doonaan baa u qaataan hadalka damqayiga bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan culimada haday noqoto haday hooyooyinka noqoto haday cid kasta noqoto hadalkaagaas uu dhibay marka maanta raali gelin halkan mooga dirisa hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dadkii kale hadalkaaga dhigistay raaligelin waxaan u dirayaa waa dhaqaldanay bulshada gaadhay sida qaldanay ugu fahmeen anuu wax dambi yoogala ma jiro saab dalmay anuu wax dambi yoogala ma jiro rayiga sidaan u wadeen maaha bulshaduna si kale u qaadatay anigu qaladku halkayga maaha laakiin waxaan raaligelin u dirayaa bulshada sida qaldan u fahantay qastiga doodayduna salaamiga way ku iftiimeeyay intaas oo buuxa way markii hooyada ay daawatay doodan dadka qaar baa ayagu aaminsan ininka talo hadii hooyadii daawatay macala oo markuu leeyahay gabadheedan hooyadii uga amar qaadaya hooyadii dareenkiisa talo hooyadii dareenkiisa sidoo noqonay ma ka fikirtay isaga laftiisa hooyadii dareenkeedu sidoo noqonay ma ka fikiray mid aan ku raado hooyo bay iskada dadyo hor dhici dooda daawaday oo sida badanka bulshadu negativity-ga qaybtooda ugu leh negative-ka ka yeegay ayaa markii doodiyo dhameystiran daawadeen oo doodayda dhameystiran waxa ku jira xiriirka waalidnimo iyo ilaaqaadka labada xididdu halkiis lagu ilaalinayo ixtiraamka waalidkan uu ka hadlanaa anigu waa caasminiin ixtiraamka waalidkan uu ka hadlanaa isagoo halkiisa lagu ilaalinayo
qoyskii reerka loo faraha looga qaado ninka iyo orida iyo isayga isayga guriga lagu qabo dadkii hor dhaca dooda daawada reega qaldan qaatay een telefoonkayga hadda degto messengerka fariimaha laga soo diray message ay soo gaaraya message caadiga whatsappkayga social media aanu isticmaalo waayo waxaan ka mid ah dadii uga social media aad ku isticmaala markay doodi dhameystiray soo daawada aniga dib cafisiga dalbanayeen soo warkiga isticmaaleen ay hadana een fahanka iyo een markay heleen doodi dhameystiray inay fahmaan waayo hor dhuc video clip hor dhuc uu ka soo horeeyay muddo 15 saacadood ayaa hor dhac la soo daayay kadib doodi dhameystiray bas 9 habeenimo la soo galay ma fahantay marka dabiyowga qaar academically markay eegayaan de wax xumaan ku jirtaa ma jirto aniga doodi mana jabna labada waxa la aad loo hadlayay in anti 3 hooyaday een hooyaday guriga ku noolaan karta laakiin ay hooyada guriga ma iman karto su'aasha laga hadlay xalinay bataasay marka ayuu doodi bijibisi marka sawirkeeda waxaan ka cudur daaranayaa in sawirkayga iyo raygeyga mad ana binaadan baan xor baan ahay rayga wan cabir karaa ama saxsanaado ama qaldanaado debut marka lagu jirana personal attack lama sameeyo basically debut waxa ay ahayd wan su'aasha weeyaan een in la soo qaato la isugu hayo soo barbar dhijiyo oo waxa uu nasiib daraa dadka qaar baa aaminsanaa in adig iyo inantu ay isku fikir dhaweeyeen oo intii doodo laba habloob baa jiray way laba habloob baa jiray in aan aniga fikirkii la qabtay waa in intii 3 sotohu iyo xiriirka waalidnimo la ilaalinayo waa in intii wax ogaad muddo in Soomaali ku raadkan Ingiriiska badanka wordiska Ingiriiska adeegsanaysay ee 3 sotohu guriga ha joogan wixii ilaaqaad iyo ixtiraam iyo nidaam waalidnimo ka badan ee maamulka iyo si markaan waxaan ku hadlaynay ubadka guriga marka ubadka labada orid iyo sayg uu kala helay ilaahay ku arsaaqay inay tarbiyad fiican helaan oo inuu buuq problem iyo problem family waxaan anigu furmay marka environment ka bii'ada ku nool yahay bii'ada caafimaad qabto noqoto inantaan lahaa inantaan reyga la qaba tafaasiishi marka hadalkan imi kan ku leeyahay baa laga jiraa inantaan kala mabay ahayn baray inantaan kala reyga ma ahayn laakiin tafaasiish ay mushkilad waxay ka jirtaa een imi video geenan hadaynu duubano inaga cilad yar oo kale inagu timaado marka la edit gareeyna waa la jaraya tafaasiish hadalka raaciye video ka dhameystira ma raacsana laakiin reyga aanu yiri hooyadina wala wadaagi waxa naxdinaysa ka daayada wabeegu raacsantaa aniga raayiga wax maana ma aha adiga raayiga shakhsiyan aad u qabtay marka kii doodo balagay meedo raayiga ka qabto aduma wax laa maanta abdullahi anigu ma aaminsanayn inaan hooyaday gabadheeda ugu amar qaado oon ku dhaho hooyaday guriga ma soo geli kartaa mise waxa leedahay hoo gabadheeda ugu amar qaadaya may hooyaday may waxa gabadha looga amar qaadaya ma jirto laakiin ereyga qaldan ereygii baa soo noqday hadana ereyga qaldan waxa weeye anuu markaa anuu maan oran day gabadheenaan oo la amar qaadaya gabadhan aan leeyin waa la qabaa waxa weeye inanta 3 sodohu wixii cilaaq qaad iyo ixtiraam iyo xidhiid xidid ka badan aan macna maamulka guriga aan ugu hadlinay iyo qoysku soo urisnaan ka anuu xalbaanu keenayna meesha xumaan ma anaga uga weynde way xalbaanaga naga loo fadhiyay marka aan baad leedahay fikirka waa la qabay maaha inanta shalmada huruudaale waxa weeye inta kale ingiriisida ku hadlaysa ma hayna طبعا وزيركم هو كهادلي وزير السلام علي كهاله وننتو مثال كوسو قاده وي علمادي شلي تولاه اللي سي فيديو كليبدود يسو غارينا اني كما هذا دوت دي كما هذا لكن واحد مودا قلو سوشيال ميديا دوت صور كي مرول با اجري فيديو هذا يغو درس كو سوشيال ميديا محيت ان هورتا سوشيال ميديا ودور الحالو كل اي كل يهين بيد ما انت جرتا ودوني دو جلوبلايزيشن بيو غورسا نظام كان مخان كوراد عالميين تي غورسا tiknoolojiyad iyo social media aad buu maxaan ku leeyahay door muhiim ah uga leeyahay laakiin ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay siiba khaasatan generationka maanta social media isticmaal anagu dad waaweyn iyo culimada iyo salaadeen iyo aqoonyahantoona haymayno way waxbay barteen qof markuu wax barto waxay saxna u gardeen wuxuu u garanay wixii qaldan uu garanay generationka waxaan leeyahay bil xisaanakum hatta postiga marka la soo dhigo wax research baa laga sameeyaa intaan soo qaadano Facebook aga soo dhigay een inantaan een reeyga la qabeyna waa inantaan ku sheegay ee 3 wixii xiriir iyo ilaaqaad oo aniga mikrofoonka gabaashay qaadatay oo 3 reeyga aan macnaheey ay cadeynaysay inay igu raacsan tahay een 3 een xiriirka waalidnimo wixii ka badan iyo ixtiraamka hooyada ninimada diidi karaa dar hooyadu in diidi karaa anaga hooyada intaan loo soo la keysisay laakiin hadda anuu kama jawaabayo een weedahan yara Facebook carcararayo waxaan kale badan la soo googoosan waxaan aniga wax qiimo agteeda kale ma sameeyo nolol maalmeedkiina waxa loo xisaabinayaa ku yaraato ma jirto hadda shaqada ma ka yimid nin een above 6 year social activist baan ahay political background baan leeyahay waxa loo xayay dhinta ma jirto waayo dadka caadiga aqliga sinimka waxay waxaanay propaganda suuqa taalata dad badan oo ku soo wacay arintan ka hala hadlay ama ku wiil waa ku qaldantay ama waa ku saxantay labada way jiraan way labada way jiraan inta negative ka eegtaan rag baa badan waxay ugu lahaayeen markaan tusaale ahaan telefoonkayga badanka een habeenkiyo kale markaan qabto qofkii salaamay salaantii qaado waxay ugu lahaa
ان ما كلاس احسنت اديك سؤاشد اديك هاد يويدينيس اسون قف قفنا انو عاينين لكن مركو قفكو اديك ها مقيون ونو كول عادي انو كوغلو سو خريدين فيسبوك وحول بلغا اورنيا سمعت ادي عرتي قاجت تانا دي دينتيو كرامادا نيدام كدولين ما حتى مركا لا تو دينتا قفكو تمان القادي ان دتكي عاين انو خمانو ماهي ومدا سومالي شرفيه كرامانيي مودين اديك قلدي فهمين لكن دتكي لي سؤال دي وحاي لا اديك ما خا كينين هويدا غبره دو فسود رغ بينو بدناين ما فهمتي رجع قاري يقول هذا توتة ده مركز شرطة يسني إن توتة ده ما يقلدني لكن سبب الشدة سقطنا له كارثي جواب كله بحه أدب بفر بناه مركز هو وبناء كوريه ده هو كله ده ونشاء بناء فرين تعب الشدة والدراسة حيته بالشدة واحد ما كوي هاك وقلت فهمان أما كوا كفهسرها النقطان لبلا با إن بالشدة واحد ندري يارتو أمد الصوماليات جدهان يجرهان شعب جوينه رئيس الصومال ملك سيد شجعون een doodaha noocaas oo kala marka la soo qaban qaabinayna waxa fiican sida loo soo qaban qaabiyo bulshada lagu faafiyo oo tafasiisha la raayo een isticmaalka social media dibtiisu leeyahay wixii hubaale ee la hubo hata culimadeena marka deegto waxaad moodaaba qudbada jimcoon ee noqotay shay ugu dambeeyay shalay xalay soo qadhay ma aha culimadu saas meel aad bay ugu qadnay bulshada wax laga hadlaa waaqac jira waxa laga hadlaa mustaqbalkooda waxa laga hadlaa qiyamkiyada dacwada islaamka culimadu waxay culimadu inay sheegaan qalad baa qalad ma aha laakiin siyaabaha u sheegayaan bad mooday inay iga laftooda baahdi social media culimada badankoodu ma aha culimadu karaami mudayeen laakiin culimada badankoodu ma aha culimada qaar bad moodaaba inay reactionada youtube ka kale ay bixiyaan ba waxay xal arkaan isla caawadan sheegaya hata qofku haduu qaldan yahay diintan wana sadex إنه السوشيال ميديا كلا الله شخص وعرضي يصير شرفتيز أو شيخ سوى إمام عاد محن كل هذا وقادي سو شيء وقفت شرعي يصير عرضي يسوي فرق كليه دين الإسلام كان أوجلين هتود دوت قبنا هنا ونلا صفر سنكرا دين الإسلام كان أوجلين وقف عرضي يسوي حلاقي شيء ديار مو نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام نيك كرر يقدون مودل عينين مؤف لجادينين وحنا منو كمون نحمانين قف هنا دقيس تومر تومركو قلدي سناس دحلا وحوشك بالين marka culimadeenu aniga oo ixtiraam iyo sharaf iyo karaamo u haya oonan wax aan baareen wax dhaliinay inuu soo jeedino inuu deegaa qoombaday inaga cilmi badayeen culimadeedu iyo uqashii iyo waayargiga wax gartigii bayeen waxan leeyahay shay kasto bulshada ka dhacdhaca ama dib kasto bulshada ku soo korodha ama in de maxaan ku raday in dunuub kasto ama caasi kasto bulshada in ilaahay inagu ma kareen inagu soo dhax korto waa inay sheegaan markay dibta u leeyahay ay sheegayaan waa inay xalkiisii asbaabtii keentay inay sheegaan ايك تكلي ان قمقم باتاسا مركن واخ دليلن سو واخ لو دليلن وين قانا ما فهمتي لكن وحن دليل اي سو وين اد امه حلكي دين او شيكتو سي مركا حلكي لو باداي دورو مساله دود كلو سيده رو كلا كا قيب قاد ان هورتو دي ان ادي دودها واقع برشده مركا لغا هادليو اي ما خان كوراداي دود نو عيد انت بها هادو ان اقونتي دي كرتيده ويرنمديد ان ليه ما دام كوري ان لحسن واخ كبدن بان سوشيال اكتيفيز هاي وان قال يا وحيلتها هاي ويقفك بلادك يحرب وين وريجي سعبره مركا أنو عنا عاين عنا عم بارينين بيرسونال أتكنا سمينين بان واحد بو حيلتها هاي ويا واحد وآراء واحد لون ناقش هي أنا الله يسلو سمينيا إن رأيكم هناك سنة لقد حقاضو ديار بانو هاي دودونو عنو كلاين نقايب قولو إن شاء الله أدبال بانسانتك.